متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، والذي سيتميز هذا الأسبوع بوجود الأسبوع الثاني من شهر رمضان والأسبوع الأول من شهر خمسة أيار، يتميز بوجود أحوال جوية غير مستقرة خلال هذا الأسبوع، سنتحدث عنها بالتفصيل. نبدأ بالتوقعات الجوية المتوقعة اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يسود جو مستقر وطقس مستقر في العديد من الأجزاء عدا المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. هناك فرصة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، تكون درجات الحرارة في بعض المناطق تتراوح بين 35 إلى 37 في العديد من الأجزاء، وبالتالي الأجواء في ساعات الظهيرة والعصر تكون حارة نسبيا، تميل الاعتدال مع ساعات الليل في حين تكون 28 درجة مئوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. يتشكل منخفض جوي إلى الشمال الغربي من المملكة اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد، ويتعمق تدريجيا يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، ذلك ناتج عن تقدم لكتلة هوائية باردة من البحر الأبيض المتوسط، تعتبر متأخرة وغير معتادة لمثل هذا الوقت من العام. يوم الاثنين يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشتد الأمطار الرعدية كحدة في جنوب غرب المملكة والجبال الجنوبية الغربية، لا يستبعد أن تجري الأودية وتتشكل السيول في تلك المناطق. أيضا بعض الزخات الرعدية من الأمطار يتوقع أن تحدث وتتشكل في الأجزاء الغربية من الرياض، بالإضافة إلى القصيم وحائل، أيضا أجزاء من حائل والأجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، في حين يتوقع أن تهب رياح قوية مع هبات شديدة في المناطق الشمالية مسببة موجات غبارية بما في ذلك منطقة تبوك. تكون درجات الحرارة في ارتفاع في مقدمة تأثير هذا المنخفض الجوي، تصل إلى 37 في المناطق الشمالية، 35 في تبوك، 37 في جدة، في حين تبقى 28 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الغربية، 36 في العاصمة الرياض، و39 درجة مئوية في الدمام، مع أجواء حارة تصبح في تلك المناطق. وكما ذكرنا تكون هذه المناطق مهيئة التي ذكرناها، المناطق الشمالية بعض الأجزاء الغربية من المناطق الوسطى وجبال جنوب غرب المملكة، لهطول زخات رعدية من الأمطار مع نشاط في سرعة الرياح وحدوث بعض الموجات الغبارية. يوم الثلاثاء يتحرك هذا منخفض الجوي فوق العراق، وبالتالي تصبح المناطق الشمالية من المملكة عرضة لموجات غبارية كثيفة ورياح نشطة وقوية تثير موجات غبارية كثيفة على طول هذه المناطق، في حين يقابلها بعض الانخفاض على درجات حرارة في منطقة تبوك، تصل إلى 33 درجة مئوية في حين تكون 37 درجة مئوية في منطقة الحدود الشمالية. كما ترتفع درجات الحرارة في مدينة جدة، تصل إلى 38 درجة مئوية مع أجواء حارة نسبيا. تزداد شدة الأمطار الرعدية فوق المناطق الجنوبية الغربية مع انخفاض لافت على درجات الحرارة، تصل إلى 25 درجة مئوية كحد أقصى فوق الجبال يوم الثلاثاء، ولا يستبعد أن تجري الأودية وتتشكل السيول بشكل لافت في هذه المناطق، وتكون شدة العواصف الرعدية قوية. مع ساعات العصر والمساء تمتد فرص الأمطار لتشمل أيضا أجزاء من العاصمة الرياض وبعض الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، تكون درجات الحرارة في المناطق الوسطى 37 في العاصمة الرياض والصغرى 28، وتكون 40 درجة مئوية في الدمام مع الصغرى 27 درجة مئوية. ويدخل الهواء البارد المملكة يوم الأربعاء باتجاه المناطق الشمالية، ويطرأ عليها انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة. في هذا الأمر سيؤدي إلى تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي في المقابل، تمتد من المناطق الجنوبية الغربية نحو الأجزاء الشرقية المملكة مرورا في العاصمة الرياض، وتكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار، تكون غزيرة وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول بمشيئة الله تعالى فوق جبال جنوب غرب المملكة، مع انخفاض مزيد الانخفاض على درجات الحرارة في تلك المناطق. ويتوقع أن تكون درجات الحرارة نحو 29 درجة مئوية في تبوك، 27 في المناطق الشمالية مع أجواء مغبرة ورياح نشطة، 36 درجة مئوية في جدة، 35 في العاصمة الرياض، 24 درجة مئوية فوق جبال جنوب غرب المملكة، في حين تبقى 39 درجة مئوية في مدينة الدمام، مع فرصة لأمطار رعدية في هذه المناطق. طبعا طبيعة هذه الأمطار الرعدية تكون أنها في مناطق عشوائية، وتؤدي إلى تشكل السيول وجرائم الأودية بسبب غزارتها في نطاقات جغرافية ضيقة بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس كما تلاحظون يتحول الطقس، يصبح مغبر في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، مع بقاء
فرصة هطول الأمطار الرعدية واردة، وذلك مع دخول الهواء البارد إلى المناطق الوسطى يحدث انخفاض درجات الحرارة، تنشط سرعة الرياح، وعلى إثر ذلك يكون هناك تشكل لبعض الموجات الغبارية، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول الأمطار سواء في المناطق الوسطى أو حتى في المناطق الجنوبية الغربية التي لا يستبعد أن يستمر عليها هطول زخات غزيرة جدا من الأمطار الرعدية تجري على إثرها الأودية وتتشكل السيول. تكون درجات حرارة على نحو 32 درجة مئوية في تبوك، 31 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 35 درجة مئوية في جدة، 35 في العاصمة، 24 درجة مئوية فوق جبال جنوب غرب المملكة، في حين تكون 35 درجة مئوية في مدينة الدمام. وكما تلاحظون انخفضت درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشرقية نتيجة دخول هذا الهواء البارد الذي بدوره سيعمل على حدوث عدم استقرار في الأجواء. أما يوم الجمعة فمن المتوقع أن يكون هناك الطقس يبقى أمطار رعدية في المناطق الجنوبية الغربية مع احتمالية امتداد أجزاء منها إلى أو جزء من هذه الأمطار الرعدية إلى المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، وتكون درجة الحرارة في العاصمة 35 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون 26 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، 37 درجة مئوية في المناطق منطقة مثلا جدة مناطق غربية، 33 في تبوك و36 في المناطق الشمالية، أما في الدمام والمناطق الشرقية فتكون 36 درجة مئوية. إذا هذه كانت توقعات الأحوال الجوية في المملكة خلال هذا الأسبوع، أسبوع سيكون مليء بالأحوال الجوية غير المستقرة والتقلبات الجوية. نسأل الله أن تكون الأمطار المرفقة معه أمطار خير وبركة تعم بها العباد والبلاد بمشيئة الله تعالى. هذا كنكم لدينا بشأن الأحوال الجوية. دائما لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.